حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنتحدث بها عن المحاور التالية. أولا سنتحدث عن تحليلات علمية لهذا المنخفض الجوي العميق الذي ربما سمعتم عنه، سيؤثر على مناطق بلاد الشام ومصر والعديد من المناطق، وسيكون له أيضا تبعات وتأثيرات على المملكة بمشيئة الله تعالى. وهذا هو سيكون محورنا الآخر، ما هي التأثيرات المتوقعة على أرض الواقع بالنسبة للمملكة. وننهي هذه النشرة الجوية بمشيئة الله تعالى بالتنبيهات التي تستوجب اتخاذها بعين الاعتبار خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي. نبدأ دائما نشرتنا بمحاكاة حاسوبية لكيفية حركة الغيوم وصور الأقمار الاصطناعية خلال الأيام القادمة. فكما تلاحظون معي هناك وجود لمنخفض جوي عميق متواجد فوق شمال الأراضي المصرية. يمكن مشاهدة هذا المنخفض عبر شدة الدوران الذي يحدث لهذا المنخفض الجوي، ويتوقع بمشيئة الله تعالى أن يكون هذا الأمر يوم الخميس، ثم يتحرك يومي الجمعة والسبت باتجاه الشرق. تالي هذا المنخفض يؤثر يوم الخميس على مصر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، وأيضا يمتد تأثيره إلى أيضا الأراضي التركية وجزيرة قبرص. ولاحقا مع دخول هذا المنخفض باتجاه الشرق يؤثر على الأراضي العراقية، وكذلك الأمر على مناطق واسعة من المملكة بمشيئة الله تعالى. على الجانب الآخر يمكن أن نشاهد سبب وجود هذا المنخفض الجوي بأنه منخفض جوي غير اعتيادي. مركز المنخفض طبعا في البداية فوق الأراضي المصرية، لأنه ينتج عن نتيجة تدفق رياح باردة قادمة من القارة الأوروبية إلى أواسط الأراضي المصرية بمشيئة الله تعالى، ويترافق ذلك ويتصادف مع اندفاع لتيارات هوائية شبه استوائية باتجاه هذا المنخفض الجوي. تصادم هذه الكتل الهوائية بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في صحراء مصر نسبة لهذا الوقت العام، طبعا أننا الآن دخلنا في شهر أذار، يولد منخفض جوي عملاق تاريخي على الأراضي المصرية، وهو عميق وعلى شكل عاصفة. فكما تلاحظون دوران هذا الدوران الشديد سيعمل على وجود عدة اضطرابات، وتحرك لاحقا هذا منخفض باتجاه الشرق سيؤثر أيضا على مناطق مختلفة من المملكة. دعونا نستعرض سوية خرائط الضغط الجوي التي تشير وتبين إلى وجود هذا المنخفض الجوي العميق فوق أواسط الأراضي المصرية. مع ساعات صباح يوم الخميس يتحرك هذا المنخفض باتجاه المنطقة الشمالية شمالية غربية، يتمركز إلى الجنوب الغربي من القاهرة. وجود هذا المنخفض بهذا الشكل والتحامي مع ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر سيولد رياح جنوبية إلى جنوبية غربية فوق طيلة أو تقريبا معظم مناطق الغربية المطلة على البحر الأحمر بما فيها مدينة جدة، وهذا سيولد موجات غبارية. ومع وجود وتمركز هذا المنخفض واشتداده وتعمقه في شمال الأراضي السعودية بمشيئة الله تعالى سيولد رياح قوية جدا في مناطق شمال غرب المملكة وبعض المناطق الغربية، وستعمل على جلب موجات غبارية. يتحرك هذا المنخفض ببطء شديد في الأراضي المصرية، وبالتالي الحالة الجوية تبقى سائدة لفترات طويلة زمنيا، ولكن بعد ذلك يدخل هذا المنخفض باتجاه مناطق بلاد الشام وتتغير الأحوال الجوية في مناطق شمال غرب المملكة. يصبح هناك عندنا أمطار وأيضا عواصف رعدية، وسنتحدث أكثر بعد قليل عن التأثيرات المتوقعة للأمطار على مناطق مختلفة المملكة. هذه خرائط تسمى خرائط محاكاة حاسوبية للرياح، كلما زادت هذه الألوان احمرارا تعني ارتفاع وشدة في سرعة الرياح. وإذا نظرنا على الجانب الشرقي مثلا المملكة، كلما قلت هذه الألوان أصبحت صفراء أو زرقاء تصبح شدة الرياح، أو تعني أن شدة سرعة الرياح هي أقل. فكما نلاحظ صباح يوم الخميس بدأ نشاط الرياح الجنوبية في مناطق القطاع الغربي من المملكة. نلاحظ مناطق مدينة جدة والمناطق الساحلية ستشهد اشتداد كبير لسرعة الرياح الجنوبية التي ستثير الأتربة والرمال داخل مدينة جدة، وعلى الساحل ستعمل على ارتفاع الأمواج بشكل لافت. في خلال ساعات النهار تصبح معظم مناطق غرب المملكة العربية السعودية تحت تأثير رياح جنوبية نشطة إلى قوية السرعة تثير الأتربة والرمال في مناطق مختلفة، قد تكون منها بعضها ساحلية، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج في عمق البحر، وبالتالي ارتياد البحر خلال نهار يوم الخميس في البحر الأحمر يعتبر نوعا ما نوع من المجازفة والمخاطرة. مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة يوجد رياح عاصفة على مناطق تبوك والجوف، هذه المناطق تتوقع أن تشهد رياح شديدة وعواصف رملية وترابية بين الحين والآخر، وهي بالمناسبة تتصادف مع عبور جبهة باردة، وبالتالي
يوجد لدينا أمطار، ولكن في نفس الوقت يوجد لدينا أيضا رياح قوية في تلك المناطق. كما نلاحظ هذه الألوان الداكنة تنم على وجود رياح شديدة في تلك المناطق، خاصة مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة وصباح يوم الجمعة. وإذا نظرنا إلى الأراضي المصرية نلاحظ وجود رياح شديدة جدا حول مركز المنخفض المشار عليه في تقريبا منطقة شمال دلتا وشمال الأراضي المصرية. نهار يوم الجمعة تستمر الرياح القوية جدا في عموم مناطق المملكة العربية السعودية، إلا أن اتجاهها يختلف، تكون يوم الخميس باتجاه الجنوبي، تصبح بالاتجاه الجنوبي الغربي وما إلى أكثر الاتجاه الغربي في مناطق واسعة من شمال غرب المملكة، إضافة امتدادا إلى بعض القطاع الشرقي من المناطق الغربية. هذا يعني أن هناك موجات غبارية كثيفة متوقعة في هذه المناطق، وتستمر هذه الرياح عموما حتى ساعات مساء يوم الجمعة، تضعف قليلا ليلة الجمعة على السبت هذه الرياح لأنها تنشط في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم السبت تزداد مرة أخرى نشاط الرياح، ولكن ليس كما هو عليه الحال أو سيكون عليه الحال يومي الخميس والجمعة. محاكاة الحاسوبية للأمطار وتوقعات الأمطار المترافقة مع هذا المنخفض الجوي، كما تلاحظون مناطق الأراضي المصرية ستشهد اعتبارا من صباح يوم غد كميات جيدة من الأمطار الرعدية في تلك المناطق. المملكة تكون فيها بعض الأمطار المحلية والرعدية بنفس الوقت في مناطق تبوك وشمال غرب المملكة، ولكننا مع دخول في ساعات النهار تزداد هذه الأمطار في المناطق الشمالية الغربية، تتهيأ الفرصة تدريجيا تمتد بعض من هذه الأمطار إلى بعض المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة. ولكن مع ساعات مساء يوم الخميس هناك ما يسمى بجبهة هوائية باردة يتوقع أن تقترب من مناطق بلاد الشام والأردن، تؤثر بطبيعة الحال على مناطق تبوك على شكل أمطار رعدية شديدة الغزارة، تؤدي تشكل السيول، قد تكون أيضا مترافقة مع تساقط البرد في هذه المناطق. ومن المتوقع أن تكون هذا الأمر في ليلة الخميس على الجمعة وفجر يوم الجمعة، هناك أمطار غزيرة على عموم المناطق الشمالية الغربية تبوك، وصول حتى السواحل الغربية من المملكة، ووصول أيضا إلى منطقة سكاكا والجوف بوجه عام. نهار يوم الجمعة تبدأ هذه الأمطار بالامتداد جنوبا لتصل مناطق مثل ينبع والأجزاء القريبة من المدينة المنورة، مع أيضا امتدادها شرقا باتجاه مناطق عرعر ووصولها لمناطق مثل الإجريات والطريف، أمطار غزيرة وتشكل السيول في هذه المناطق. وكما تلاحظون أصبحت الجبهة الباردة أكثر نضوجا تسمى يوم الجمعة نهارا، هذه شكلها تمتد من مناطق الطريف والقريات وعرعر مرورا بالجوف ومناطق حائل، ومن ثم وصولا المدينة المنورة، ثم مناطق ينبع، وبالقرب أيضا من مناطق جدة التي يتوقع أن تضربها هذه الجبهة الباردة على شكل أمطار رعدية مع ساعات ما بعد ظهور يوم الجمعة كما تلاحظون. وهذه الجبهة تكون مترافقة مع رياح قوية، هطولات رعدية ممتازة، تشكل السيول وجريان للأودية بمشيئة الله تعالى. يستمر عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة، ولكن في ذات السياق خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة هناك تراجع مؤقت ل فرص هطول الأمطار، ريثما يدخل جزء فعال آخر من هذا المنخفض الجوي كما هو مشار عبر هذه الخريطة. إذن هذه الخريطة مع ساعات صباح يوم السبت تكون الأمطار ممتدة من شمال شرق المملكة في القطاع الأوسط وصولا إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية، مع تجدد فرص الهطول الأمطار من جديد على مناطق الجريات وتبوك ومنطقة الطريف. كما نلاحظ العاصمة الرياض ربما تشهد بعض الزخات المطرية نهار يوم السبت عند اقتراب الجبهة الهوائية الباردة، كذلك الأمر ربما تشهد بعض الأتربة والرمال والعواصف الرملية في مناطق مفتوحة نتيجة اندفاع الرياح الشمالية الغربية خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة. تنشط كذلك فرص هطول الأمطار في مرتفعات جنوب غرب المملكة مع ساعات نهار يوم السبت بمشيئة الله تعالى. إذن بالعودة إلى المحور الثاني لهذه النشرة، سنتحدث الآن عن التأثيرات المتوقعة على أرض الواقع. إذن هذه خريطة توضيحية لأماكن تشكل وهطول الأمطار والجبهة الباردة خلال فترة تأثير هذا المنخفض. دعونا نستعرض سويا تأثيرات هذا المنخفض على مدينة جدة. هناك رياح قوية جنوبية متوقعة أن تهب على مدينة جدة بمشيئة الله تعالى نهار يوم الخميس. هذه الرياح ستعمل على إثارة الأتربة والرمال في مناطق واسعة، ولكن في نفس الوقت تعمل على وجود ارتفاع كبير في الأمواج في المناطق الساحلية. هذه الرياح تزيد من كثافة الغبار في الأجواء بمشيئة الله تعالى. في تبوك هناك جبهة هوائية باردة تعبر ليلا ليلة الخميس على الجمعة، تجلب معها أمطار غزيرة، هذا اللون الأحمر ينوم على وجود أمطار شديدة الغزارة فوق مرتفعات تبوك، قد تكون مترافقة مع تشكل للسيول وارتفاع منسوب المياه، وتشمل أمطار مناطق واسعة أيضا من حائل من الجوف، إضافة إلى مناطق قريبة من المدينة المنورة. وكما ذكرت
ذكرنا سابقا هناك أمطار تصل إلى مدينة جدة يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. توقعات الأحوال الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض على سبيل المثال خلال 3 أيام، ولمن يريد أن يرى توقعات الجوية في منطقته، هناك أكثر من 10,000 منطقة داخل تطبيق طقس عرب. إذا كنتم تريدون معرفة الطقس في مناطق سكناكم أو مناطق تريدون الذهاب إليها، يمكنكم تحميل التطبيق أو حتى زيارة الموقع الإلكتروني وكتابة اسم منطقتكم، تظهر لكم التوقعات لأيام عديدة وساعة بساعة. هنا نستعرض يوم الخميس أجواء غائمة في الرياض، 28 درجة مئوية، يعني أجواء قريبة من أن تكون حارة نسبيا، تهبط إلى 16 درجة ليلا. أتربة مثارة يوم الجمعة 29 درجة مئوية في ساعة النهار، أجواء غالبا غائمة ليلا 19 درجة مئوية. أما يوم السبت فتتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية، وفي ذات السياق هي تكون مترافقة مع نشاط كبير في سرعة الرياح، درجة حرارة ترتفع إلى 30 درجة مئوية، تنخفض إلى 17، مع بقاء الفرصة مهيئة ليلة السبت على الأحد لهطول بعض الأمطار الرعدية. ويوم الأحد مطلع الأسبوع القادم سيكون هناك انخفاض كبير على درجات الحرارة وتراجع في حدة هذه الأجواء الدافئة. ختاما ننتقل إلى المحور الأخير في هذه النشرة، والتي نتحدث بها عن بعض التنبيهات الهامة التي ننصحكم أن تأخذوها بعين الجد في تأثير هذا المنخفض الجوي على المملكة. نبدأها من تنبيه من جريان الأودية والسيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق التي ستتأثر بالهطولات المطرية، سواء في تبوك، في الجوف، وصولا إلى مناطق مثل حائل، رفحاء، حفر الباطن، إضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وحتى أيضا مدينة جدة. ربما عليكم التواصل والقيام بالتشييك على الأحوال الجوية أولا بأول لمعرفة آخر التحديثات الجوية. الأمر الآخر هو التنبيه من كثافة الغبار وارتفاع نسبته في الأجواء بشكل كبير، سواء لمرضى الجهاز التنفسي والعيون خوفا من حدوث أي مضاعفات، أو لمرتدي الطرق الصحراوية نتيجة تدني كبير متوقع لمدى الرؤية الأفقية. وأخيرا هناك تنبيه طبعا من الفروقات الحرارية التي تحدث في نهاية هذا الأسبوع في بعض المناطق كنتيجة لهذا المنخفض الجوي، وانقلاب درجات حرارة من كونها مرتفعة إلى عودتها إلى مستويات منخفضة في بعض مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. كان ذلك كل ما نعلمه حتى اللحظة بالنسبة لهذا المنخفض وتأثيراته على المملكة العربية السعودية. دائما لا تنسوا تفعيل اشتراككم على قناتكم على اليوتيوب، قناة طقس العرب، لتصلكم أولا بأول تنبيهاتنا الجوية، أو لا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد في ما يتعلق بالأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.